أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الطفرة الإسكانية التي تشهدها مدن البحرين الجديدة سواء من حيث الأعمال الإنشائية أو إجراءات توزيع وتسكين المواطنين بها يعد بمثابة حصاد للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدا أن الوزارة قطعت أكثر من منتصف الطريق نحو تنفيذ أمر جلالته السامي، وأنها عازمة على المضي قدما نحو إتمام كافة مراحل الخطط الرامية إلى تنفيذ أمر جلالته. قام المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بزيارة تفقدية إلى مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية، وذلك للإطلاع على سير العمل في مختلف مراحل وأحياء المشروع والتي تشهد تنفيذ 2339 وحدة سكنية بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالبنية التحتية. اليوم احنا جدا سعيدين ومسرورين بأن نتواجد في الحي الأول في مدينة شرق الحد، والتقينا حقيقة مع الأهالي وشفنا يعني تعابير وملامح الفرحة والسرور عليهم هم كأسر لاستلامهم الوحدات السكنية تنفيذا لأمر سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من خلال توزيع الوحدات السكنية بناء على أمر سيدي صاحب السمو الملكي الولي العهد. اليوم طبعا خدنا جولة، التقينا بالأهالي وأيضا تفقدنا الوحدات السكنية اللي تم تأثيثها كنماذج، وهذه الوحدات السكنية يعني حبينا أن تكون متاحة ومفتوحة للمواطنين للإطلاع على إمكانيات الوحدات السكنية وكيف ممكن التأثث بالمساحات الحالية. طبعا من خلال الجولة أيضا تأكدنا أن كل حاجة جاهزة لأن بالفعل الأهالي يتواجدون في هذه المدينة ويمارسون حياتهم الطبيعية من خلال السكن والسكن الفوري. وقال وزير الإسكان على هامش الزيارة إن مشروع مدينة شرق الحد كان أحد الأضلاع الأساسية لحزم المشاريع التي دفعت بها الوزارة في خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة السابق، وذلك من أجل إتمام البند الإسكاني المتعلق ببناء 25,000 وحدة سكنية، مفيدا بأن المدينة الجديدة ستسهم أيضا في تنفيذ الالتزام الإسكاني الجديد لبرنامج عمل الحكومة الحالي الذي ينص على السعي نحو وتوفير 25,000 وحدة سكنية جديدة. طبعا المدينة تكلف تقريبا عدد كبير من 4,000 وحدة سكنية و500 قسيمة سكنية. نقول الله يعطيكم العافية وكل الشكر على حضورهم في ذي اليوم، وأهالي مثل ما تشوفون مستانسين فرحانين. أحب أوجه شكري واحترامي وتقديري لجلالة الملك على هالمشروع هذا الطيب اللي أثلج صدورنا، والحمد لله اليوم احنا فرحانين. وأكد الحمر أن نسب الإنجاز في مراحل المشروع قيد التنفيذ تتفاوت من حيث نسب الإنجاز، وأن غالبيتها بلغت مراحل متقدمة للغاية على صعيد الأعمال الإنشائية، مؤكدا أن العام الحالي سيشهد جهوزية عدد كبير من تلك الوحدات بحيث تصبح جاهزة للتوزيع على المواطنين المرشحين للاستفادة من هذا المشروع. وأشار الوزير كذلك إلى أن الأعمال الخاصة بالبنية التحتية على مستوى المدينة بشكل عام تتم بوتيرة متسارعة. وقد تخللت الزيارة الميدانية لوزير الإسكان الالتقاء بعدد من المواطنين والأهالي المستفيدين من وحدات مشروع مدينة شرق الحد، حيث كانت الوزارة قد خصصت يوم السبت من كل أسبوع موعدا لزيارات الأهالي للمدينة للاطلاع على الوحدات والمرافق قبل التشغيل الرسمي للمدينة وتسلم المواطنين لوحداتهم بعد إتمام الإجراءات التي تسبق ذلك.